الحزب المغربي الحر غادي يشارك في الانتخابات المقبله مهما كانت القواعد، وما غادي يناقش القواعد الاغلبيه الحاليه لسبب بسيط، انه اذا شي نهار يحصل ان حنا تكون عندنا الاغلبيه ما نناقشوا ما حتى شي واحد القوانين الانتخابيه، وغادي نديروهم باش نفضيو بالمهزله ونجيبوا اغلبيه صحيحه باش يمكن لنا نخدموا المغرب. هذه امور واضحه. دابا عاود كدوي ليا بصفه نظريه شنو اخلاقيا ما يجري في المغرب، واش غادي نقول لكم؟ الديمقراطيه الشيء، والتدليس والحيله والمناورات شيء واحد اخر. ما يجري حاليا هو الحجه القاطعه والعلنيه، تقول لك الله بغى يفضحنا انه ما كايناش الديمقراطيه في المغرب، وحتى واحد ما كيامن بالديمقراطيه في المغرب. غادي يكون بنادم مسطي مع مخه باش يقول لي بان القاسم المشترك كيجي على حسب اللوائح الانتخابيه، معنى ان هادوك اللي ما صوتوش غادي يكونوا صوتوا. واذا انت تتني القاسم المشترك الناس اللي مشات شاركت في الانتخابات، انت كتقول لي تخلق لي القاسم المشترك بالناس اللي ما مشاتش تصوت، الناس اللي ما مشاتش تصوت غادي يكونوا صوتوا، غتخرج منهم القاسم المشترك. ما عرفوش القاسم المشترك شنو هي؟ كنحسبوا الناس كلهم اللي مشاو صوتوا، وكنحسبوا المقاعد، وكنقسموا الناس كلهم اللي صوتوا، منهم اللي صوتوا على اليمين وعلى اليسار، ومنهم الاوراق الباطله والغير صحيحه، داكشي كلشي كنجمعوا وكنقسموا على خمسه المقاعد، كيعطيك القاسم الانتخابي. انت كتقول لي حتى هذوك اللي بخوف ديالهم اعتبرهم صوتوا، عطيني القسم الانتخابي ديالهم، دخلهم القسم الانتخابي. واش تشيروا بالحجار؟ واش رديتوا الناس بولا دعاء؟ واش زعما العالم غادي يتفرج فينا هكا وحنا على 12 كيلومتر كاين اللي كيمشي الناس من اوروبا غير بالعمان كيمشيو غير هكا؟ ولا معتبر لان ما كنعتبروش السبت يوم ليليا ارض اوروبيه، اما اذا اعتبرتي السبت يوم ليليا تحت السيطره الاتحاد الاوروبي راه كنمشيو على رجلينا، كنمشيو مع اكثر الوقت باش تغني شي غنيه ديال عبد الحليم حافظ كتكون قطعتي باش صارتي اوروبا. اي عباد الله، الله يعطيكم الخير. الديمقراطيه بعيده كل بعد من التدليس والتزوير والخيانه والحيله والناس. الديمقراطيه هي الحقيقه، انت بالعلالي كتقول بانه انت الحقيقه ديك ديال الشعب، ما تعبرش عنها، ما تخليهاش تعبر، ما تعترفش بها مسبقا، غتقول كيفاش ما يريد الشعب ما عنده حتى شي قيمه. الديمقراطيه هو انه ضبط ليا ضمن ليا ودير قواعد باش اراده الشعب تكون هي الحقيقه، وبان ما اراده الشعب يفرض على الجميع، يفرض على اصحاب النفوذ، على اصحاب السلطه، على الحكام. تفهموا الحريات والحقوق والمبادئ والقيم معمولين لفائده الشعب، لفائده المواطنين، ماشي قواعد لفائده اللي كيحكم، لفائده المحكوم عليه، المحكوم به. هذاك اللي كتحكمه هو اللي كتعطيه حقوق، ماشي انت اللي كتحكم كتبرع نفسك بالحقوق، كتبرع هذاك الاخر، الاخر المحكوم، المحكوم، المحكوم. ايوا، واذا ما مشاش يصوت ما كيتحسبش في الديمقراطيه. ودابا انتم عندكم واحد الديمقراطي اللي بقى في دارو حتى هو كتحسبوا في التصويت، واش غادي نقول لكم؟ غالب الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.